الواقع التشريعي الحالي هنالك 44 قانون، ما يزيد عن 1000 نظام، ما يزيد عن 800 تعليمة بتنظم البيئة الاستثمارية وبيئة ممارسة الأعمال. بتكتلموها مرة واحدة. نريد أن نضم كل ذلك ضمن قانون عصري يمكن الأردن من إيجاد بيئة استثمارية محفزة للاستثمارات القائمة وجاذبة للاستثمارات الجديدة، مع التأكيد على إزالة كل المعوقات المؤسسية والبيروقراطية القائمة في جذب الاستثمار، تسجيل وتأسيس الشركات وممارسة الأعمال. حياكم الله. في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، صنف الأردن من أكثر 10 بلدان تطبيقا للإصلاحات على مستوى العالم. على النقيض وبحسب بيانات البنك المركزي الصادر في شهر نيسان العام الحالي، أي قبل شهر، فقد انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن خلال العام الماضي بنسبة 18%. مقارنة مع العام الذي سبقه. وهنا نسأل، كيف يمكن تفسير انخفاض هذه الأرقام؟ وزير المالية العسعس اليوم أشار إلى أن الحكومة ستتقدم قريبا إلى مجلس النواب بمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال الذي سيسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية التي لها أثر مباشر في تعزيز التنمية الاقتصادية. هذا على حد قول الوزير. اليوم سأناقش هذا الموضوع مع ضيوفي، واسمحوا لي أن أبدأ بسعادة الدكتور خير أبو صعيليك، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية. مساء الخير دكتور، وأهلا بك في صوت المملكة. مساء الخير أخي عامر. وأيضا أرحب بمعالي الأستاذ سامر الطويل وزير الاقتصاد الأسبق. مساء الخير وأهلا بك. أهلا وسهلا. صوت المملكة بدأ، أهلا بكم جميعا. مساء الخير. قال الأمين العام لوزارة الاستثمار زاهر القطارني إن إقرار استراتيجية ترويج الاستثمار من مجلس الاستثمار للأعوام 2022-2026 خلال الشهر الحالي على أبعد تقدير. أكد أنه سيتم الشروع في تنفيذ بنود الاستراتيجية بعد أن يتم إقرارها من مجلس الوزراء. تهدف إلى استقطاب استثمارات أجنبية ومحلية ذات قيمة مضافة عالية تعمل على توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات الوطنية ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحديد كذلك القطاعات الاقتصادية الرئيسة والفرعية في المملكة ذات الأولوية، واتباع أسلوب الاستهداف المباشر للمستثمرين المحتملين، وكذلك صياغة بنود استراتيجية ترويج الاستثمار بشكل يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والعالمية الخاصة بترويج الاستثمار. أهلا بكم من جديد، وأجدد الترحاب بضيفي. مع حفظ الألقاب سأبدأ هذا اللقاء، وسأبدأ معك دكتور خير. دكتور خير، كيف تشخص وضع الاستثمار في الأردن؟ هناك من يقول بأنه الاستثمار منهار، هناك من يقول بأنه الاستثمار كويس، هناك من يقول بأنه إذا عدلنا هذا القانون سنصل إلى مرحلة ترضي المواطن قبل أن ترضي المشرع. الدكتور خير أبو سعيد كيف يشخص؟ يعني مساء الخير أخي عمر، لك ولجميع الإخوة المشاهدين. الحقيقة الاستثمار في الأردن، منظومة الاستثمار ليست منهارة، ولا يمكن لأحد أن يدعي أن منظومة الاستثمار منهارة تماما. ما يحدث هو العكس تماما، والأرقام الصادرة عن وزارة الاستثمار وتحديدا البيان الصادر أمس عن وزارة الاستثمار أكد ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع الماضي، والاستثمارات المحلية بنسبة تفوق 100%. ورغم أن هذه الأرقام بالرقم المطلق ما زالت أقل من مستوى الطموح، إلا أننا نشهد تحسن طفيف في البيئة الاستثمارية. هذا التحسن لا يرتقي إلى طموحاتنا، طموحات الأردنيين وجلالة الملك الذي دعا إلى إنشاء الورشة المنعقدة في الديوان الملكي العامر في بيت الأردنيين. طموحات أكثر من ذلك بكثير. نعم لدينا تحديات، لدينا بطالة وصلت قاربت نسبة 25%، وهي بطالة نسبة غير مسبوقة. لدينا عجز في الميزان التجاري، لدينا عجز في الموازنة العامة، لدينا نسبة دين عام منسوبة إلى الناتج الإجمالي المحلي مرتفعة. لكن لا يمكن القول
أن بيئة الاستثمار منهارة، أبدا هذا الكلام صحيح، وما زالت البيئة الاستثمارية الأردنية جاذبة. نحن لدينا تحديات، هذه التحديات أنا باعتقادي تتمركز في ثلاثة نقاط رئيسة. سأتي لهذه التحديات دكتور فقط. نعم، لكن بالمطلق المنظومة الاستثمارية ليست منهارة، أكيد ليست منهارة، بالعكس أنا بعتقد المنظومة الاستثمارية منظومة جاذبة بحاجة إلى تحسين، التحسين سمة متواصلة، هذه دولة اليوم تدخل المئوية الثانية وبالتالي الإنجاز فيها متراكم، ونحن نبني على الإنجازات السابقة، ولطالما أن هناك حياة لطالما أن هناك تحسين. كويس، إذن هذا تشخيص الدكتور خير الذي يرى، يقول لك بأنه لا، الحديث بأنه الاستثمار منهار هذا حديث غير دقيق وغير صحيح، ما زالت في تحديات، في مشاكل، بدنا نعدل، لكن ما زال الاستثمار في الأردن جاذبا. كيف تشخص واقع الاستثمار في الأردن؟ تفضل. يعني مصطلح منهارة مصطلح يعني كبير. قاسي ويعني مبالغ فيه. الاستثمار يعاني، أنا أعتقد أن الاستثمار يعاني نتيجة ظروف داخلية ونتيجة ظروف إقليمية وظروف عالمية. نعم، جائحة كورونا لا أحد ينكر أنها أصابت الاقتصاد الأردني بشكل مباشر وقاسي، الاقتصاد العالمي الأردني يعني أصابت الاقتصاد العالمي، ولكن أنا نتحدث عن الأردن. معظم الدول العالم خصوصا الدول ذات الإمكانيات الكبيرة قامت بجهود كبيرة وسخرت أموال كبيرة لتحفيز الاستثمار والمساعدة على تجاوز هذه الجائحة التي طغت على الاقتصاد العالمي، ولكن في الأردن كان الإنجاز خلال فترة الجائحة متواضع، يعني باستثناء بعض ما قامت به البنوك وبعض ما قام به الضمان الاجتماعي لم يكن هنالك برنامج تحفيزي بالمعنى الموجود في كل دول العالم المتقدمة، يعني بتحدث عن ألمانيا، بتحدث عن أوروبا، بتحدث عن ماذا عن المصانع التي تخصصت في الشأن الطبي بكورونا وكان لها أثر كبير وكان لها تصدير بالمقابل، يعني صحيح. يعني هذه فرصة، دائما في فرصة، في ناس بتقبض الثمن صحيح. وناس بتدفع الثمن، يعني هاي جائحة وبائية، فبالطبع سيكون هنالك فرصة لبعض الشركات المتعلقة بالأدوية والمنظفات والمعقمات، طبعا استفادت من هذه الجائحة، ولكن الكثير من القطاعات عانت خلال فترة الجائحة. الآن أيضا الاقتصاد العالمي في تراجع، معدلات التضخم في العالم وإن لم تصل إلى الأردن حتى الآن في ارتفاع، الأسعار المواد الغذائية العالمية في ارتفاع، فيوجد خلل عالمي ويوجد يعني معاناة قاسية نسبيا في الأردن نتيجة، أنا في رأيي، الحكومة لم تقم بشيء كبير خلال فترة الجائحة حتى الآن فيما يخص الاستثمار، أو هذا ناهيك بما يخص الاستثمار طبعا والاقتصاد بشكل عام وتحريك عجلة النمو والسوق والآخري، ناهيك عن الظرف الإقليمي المحيط بنا. احنا لما بدنا نحكي عن استثمار يعني في الأردن، انا ما بيجينا لا ألمان ولا سويسريين يستثمروا بالأردن، الاستثمار في الأردن يأتي من دول الجوار، يأتي من الدول الخليج العربي، يأتي من العراق، يأتي من دول المحيطة بنا. الوضع في الدول المحيطة يعني خلال اكثر من عقد من الزمن من بداية الربيع ما يسمى بالربيع العربي حتى الآن هنالك معاناة سياسية وأمنية واقتصادية وتجارية، وهنالك ملايين اللاجئين، يعني لا تستطيع أن تفصل هذا الموضوع عن الوضع الداخلي في الأردن. الأردن يتأثر بشكل كبير بمحيطه، يعني الأردن يعتمد على المحيط، خلينا نقول خصوصا دول الخليج العربي وسوريا والعراق بشكل كبير، العمالة الأردنية تعمل بالخليج، استيراد النفط من الخليج، يوجد لاجئين من هنا وهنالك، يوجد حركة تجارية توقفت، والموقع الجغرافي في الأردن على حدود مغلقة، حدود مغلقة لسنوات. فبعد كل هذه المعاناة تأتي الآن تتحدث عن الاستثمار، ما بنقدر نقول الاستثمار بخير، ولكن موضوع مندمر وهاي المصطلحات يعني للبعض بيستعملها، تهويل تهويل، هنالك مبالغة، تحديات زي ما تفضل أخي، هنالك تحديات، هنالك حاجة لتطوير المنظومة. أنا بعتقد المشكلة في إدارة المؤسسات، في الجهاز البيروقراطي، في الإدارة الأردنية أكثر من القوانين وسنتحدث خلال الحلقة عن بعض يعني هذه النقطة ربما كانت هي السؤال المطروح الآن، عندما نقول هناك تحديات، التحدي في التشريع أم التحدي إن صح الوصف بالكلف، بالفواتير، بالإدارات، بالبيروقراطية، التحدي الرئيس أمام الاستثمار في الأردن ما هو؟
أنا باعتقادي هناك ثلاث تحديات رئيسة أخي عامر يجب أن نتوقف عندها ونقرأها الحقيقة بكثير من التمعن. التحدي الأول هو ثبات التشريعات، والمقصود بذلك ليس فقط قانون الاستثمار، يعني مضبوط قانون الاستثمار الحالي رقم 30 الصادر سنة 2014 الآن صار له 8 سنوات أو من التطبيق نسبيا في فترة استقرار. كم مرة عدلنا هذا قانون الاستثمار من 2014 اليوم؟ لم يعدل من 2014 إلى اليوم ما زال قائم لغاية هذه اللحظة ومعمول به، وباعتقادي أنه كان يعني حظي بتطبيق نسبيا يمكن القول أنه في تشوهات صاحب التطبيق. هذه التشوهات لا تتعلق بس في قانون الاستثمار، فلما نقول إحنا ثبات التشريعات ما بنحكي يعني يذهب الذهن فورا إلى قانون الاستثمار، طب ما هو قانون الضريبة عدلنا أكثر مرة ويتعلق بقانون الاستثمار، قانون المعاملات الإلكترونية، قانون وحدة الشراكة أو شراكة بالقطاع العام والخاص تعدل مرتين منذ 2014، نتحدث عن قانون الإعصار وعديد من القوانين. إذن الحقيقة القول بثبات التشريعات شيء مهم جدا لتحسين البيئة الاستثمارية. التحدي الثاني اللي بيواجهنا دائما هي ارتفاع الكلف، ويعني بكل وضوح وصراحة أخي عامر الثقب الأسود دائما في المنظومة الاستثمارية هي كلف الطاقة، اللي الحقيقة حدث من قدرة الصانع والتاجر ومقدم الخدمة الأردني من منافسة دول الجوار بنسبة تقريبية، يعني تتفاوت من صناعة إلى أخرى. على سبيل المثال الصناعات البلاستيكية على سبيل المثال نحكي عن نسبة 30%، الصناعات التكنولوجية تنزل إلى 5%، لكن بالمحصلة هذا يعني يحد من الكلف مرتفعة. الأمر الثالث والتحدي الثالث هو البيروقراطية المرتفعة في التعامل مع المستثمر. هناك الكثير من التواقيع، هناك الكثير من الإجراءات، وبعض هذه الإجراءات يعني أثناء يعني أنا أترأس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب تقريبا من 2015 حتى اليوم، غبت عنها مر سنتين لكن بشكل عام متابع إلى التفاصيل الدقيقة، أكاد أجزم أنه معظم شكاوى المستثمرين تتعلق بإجراءات بيروقراطية، وللأسف في معظمها هذه الإجراءات لا تستند إلى مبرر قانوني حقيقي وواقعي، ولذلك دعونا مرارا إلى إعادة هندسة الإجراءات. وفي اعتقادي أنه هذا واحد من المدخلات المهمة لقراءة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية اللي تحدثت قبل شوي في المقدمة أن الحكومة ستتقدم به إلى مجلس النواب. وبالتالي هذه ثلاث تحديات رئيسة تواجه اليوم. أنت تحدثت عن ارتفاع الكلف، منها كلف الطاقة، ثبات التشريعات ارتفاع هي الكلف، نعم، وأيضا البيروقراطية، والبقصد بالبيروقراطية المعنى السلبي مش صحيح. البيروقراطية الحكومية المنتجة، نعم. أنا بقصد المعنى السلبي في طول الإجراءات. اليوم عندنا سوينا قانون للمعاملات الإلكترونية، صدق أو لا تصدق إذا في مستثمر أجنبي بده يطلع رخصة من أمام مراقب الشركات عليه أن يمثل بشخصه أمام مراقب الشركات، بمعنى أنه حتى هذه اللحظة لم يتم اعتماد التوقيع الإلكتروني كثير، رغم أنه إحنا منذ يعني تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية بال 99 لليوم وهو يحث كان من أوائل دول المنطقة اللي حثت على الحكومة الإلكترونية، لكن الحقيقة العمل والزخم العمل في هذا الإطار ما زال متواضعا وأقل من مستوى الطموح. هذه تحديات ما هي أمامنا في البيئة الاستثمارية يجب أن نواجهها ونتحدث عنها بحقيقة حتى نتجاوز التحديات الموجودة. وهذا يعني يا دكتور خير يتفق معك في موضوع البيروقراطية، خصوصا عندما قال بأن هناك إجراءات كثيرة لا تستند إلى مبرر قانوني، وأنت ذابت بمصطلح الإدارة. طيب أنت كنت يوما ما أحد أعضاء الحكومات، كيف تفكر الحكومة بهذه البيروقراطية؟ يعني الآن إحنا هناك من يقول بأنه القوانين لا نحتاج إلى تشريعات، نحتاج إلى تطبيق هذه القوانين، نحتاج إلى الأتمتة، نحتاج إلى السرعة في اتخاذ القرار. يعني خليني أحكي لك، أنا بدي أقسم المشكلة. يعني أنت لما بدك تجذب استثمار أنت أولا بده يكون عندك فرصة استثمارية كويس، صحيح ماشي، بعدين بتروج لهذه الفرصة ماشي. وعادة المستثمر أفهم من الحكومات بشكل عام بالعالم، المستثمر ما بيستنى الحكومة تيجي تقول له والله أنا عندي فرصة بزراعة القمح، هو أذكى من الحكومة عامل دراسة وعارف شو هو مستثمر ماشي. ولكن لابد من بعض الترويج ثم تنظيم عملية الاستثمار للتأكد من هذا الاستثمار سينتقل إلى أرض الواقع، تمام ماشي. إذا بنيجي على الأردن اليوم ضمن المحددات اللي تفضل فيها أخي واللي بنعرفها كلياتنا، احنا عملنا دراسة بال 1999 عند إنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، عملنا دراسة استبيان لآلاف المستثمرين على مستوى العالم، ووضعنا الأولويات، وكنا نعتقد أن أولوية المستثمر الحصول على عفاء ضريبي
انه اعفاء من ضريبه الدخل. تبين لنا ان ذيل هذه القائمه هو الاعفاء من ضريبه الدخل، اخر نعم. اخر اولويه لنا استاذ. الأولوية الأولى الاستقرار، استقرار الدولة بمعنى الاستقرار السياسي والمالي والنقدي، استقرار سياسي ومالي ونقدي، حتى يضمن أول أنه هالدنانير اللي بده يبيعوا يشتري فيها مستقرة، وبالتالي هذه مقومات إنجاح مستقرة. نعم نعم ماشي. رقم واحد أولوية واحد الاستقرار السياسي نعم. والمالي والنقدي. طيب. رقم اثنين الاستقرار التشريعي، وليس تطور البنية البيئة التشريعية وهذا المصطلحات اللي احنا بنستعملها، الاستقرار التشريعي. طيب. وأنا لي تجارب مع دول، مثلا مالطا في عام 1997 كانت بتغير قانون تأخر انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي لأنها ما قبلت تتغير قانون الاستثمار. لأنه في مالطا عندما يصدر قانون يصدر معه تعهد من الدولة من الحكومة بأن لا يعدل هذا القانون لمدة 10 سنوات على الأقل، وتأخروا 3 سنوات بالانضمام للاتحاد الأوروبي مع الرغم من كل المصالح اللي كانت لهم حتى ما يخلوا بهذا الالتزام. لأنه أنا لما أجي أستثمر، يعني أخي بقول أنه ما شاء الله على قانون الاستثمار عمره 8 سنوات، طب أنت إذا بدك تبني مشروع بدك 3-4 سنوات لتبني ولا تبلش الجر، يعني أنت مشكلة صارت خلال سنوات كثيرة. أنا بعمل دراستي ببلش أجيب تمويلي ببدأ أبني بالمشروع بتتغير القانون 3-4 مرات. طب أنا بكل معطيات دراسة الجدوى تبعتي تغيرت بناء على تغيير القانون خصوصا ما يتعلق بالضريبة. أنا بدي أطرح عليك سؤال، خليني واحد بس أكمل لك فضل. الأولويات وجود سوق، وجود سوق، وجود طاقة بسعر منافس، موارد بشرية مدربة وبكلفة مناسبة، وفي ذيل القائمة الإعفاءات الضريبية. إحنا كل مرة بنحكي عن الإعفاءات الضريبية بننسى هذا الموضوع كليات. طيب إذا أنا اليوم بدي أخلق فرص استثمارية بالأردن، أنا أستطيع أن أكون دولة صناعية وزراعية وتجارية والبدك هي اليوم أعطيني دعم لقطاع الطاقة بتصير دولة صناعية تقدر تنافس دول الخليج بدعم سعر الطاقة، هذا الحكومة بتتجاوب. تقدر تبيعني طاقة بالكلفة الموجودة في دول الخليج والدول الأخرى ومصر وغيرها وغيراتها حتى أبني لك صناعة، بتقدر تضمن لي أنك إذا اليوم أعطيتني تعرفة كهرباء للقطاع الصناعي 8 قروش تحميني 10 سنوات ما تغيرها؟ أنا بدي أبني مصنع، أعطيتني اليوم حطيت سعر تعرفة الكهرباء للصناعات الثقيلة أو الخفيفة، وبالتالي أنت تحتاج إلى 7 قروش، أنت بدي استقرار ماشي. أعرف من هون لعشر سنوات ما يتعدل هذا، وبالتالي الكلام. أنت تحتاج إلى قانون استثمار مش والقوانين قانون هذا مش قانون. أكمل لك والقوانين التي تدخل في الاستثمار إلى خطة عبر الحكومات. أيوة على الأقل، على الأقل أنا في عندي إعفاء، أنا باجي بقول لك والله نزل ضريبة المبيعات على البلد الفلانية من كذا لكذا، تروح بتستثمر تيجي بعدك 6 أشهر نفس الحكومة، حكومة عبد الله نصور نزلت الضريبة على الألبسة والأحذية من 30 و25 ل5، ونزلت ضريبة المبيعات من 16 ل8، بعد 3 أشهر أو 6 أشهر رجعت رفعتهم أكثر، نفس الحكومة ونفس الوزراء ونفس العالم. طيب ما هو هذا عدم الوضوح في الرؤية، هذا اللي عم يأثر على الفرص الاستثمارية، وهذا اللي عم يأثر على سلوك المسؤولين. طيب وبالتالي بالإضافة في نقطة أخيرة اللي حكينا فيها الإدارة، أنا بدي أجعل الإدارة لكن بعد الفاصل لأنه لازم نطلع فاصل وبعد ذلك سأتحدث، يعني هل مجلس النواب متفائل بهذا القانون الجديد؟ إن شاء الله إن شاء الله. فاصل قصير وانتظروا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد، وجدت ترحاب بضيفي وأعود. تحدثنا عن الإدارة لكن بعجالة أن تطرح على الدكتور خير سؤال، تفضل. ماذا تقصدوا بالإدارة؟ شوف الإدارة الآن نحن دائما بنحاول نعالج المرض ولكن بنروح بنعالج إشي ثاني. طيب بنحكي عن البيروقراطية وبنحكي عن الإجراءات، طبعا البيروقراطية السلبية اللي هو ريد تيب يعني باللغة الإنجليزية، اللي هو الإجراءات العقيمة بين الديمقراطية البيروقراطية، لأن البيروقراطية شيء محترم بالعالم. نعم. يعني بنتحدث عن الإدارة وعن الهاي،
وبنقول انه الحل لهذا الموضوع هو توحيد المرجعيه. طب ورجيني دوله واحده بالعالم، واحده بس فيها توحيد للمرجعيه بالقرارات الاستثماريه. وين في وزاره في اي دوله في العالم عندها صلاحيات توافق من ناحيه صحيه؟ لا لا ابدا. لا دبي. في جهه تنسيقيه؟ لا دبي عندها دبي مجلس. في عندها وزاره او دائره واحده بتعطيك موافقه على استيراد حليب اطفال بدون الرجوع الى الجهات الصحيه. بدهم يرجعوا بس انت المواصفات والمقاييس البلديات. معليك انا معك، بس انت بتتعامل مع جهه واحده. الجهه اللي بتجيب لك كل التصاريح وكل التراخيص وكل صحيح. هذا الموضوع صحيح. بتعطيك صحيح. اما صحيح. او لا صحيح. هي ما بدها قانون، ما بدها قانون. هاي انا بقدر اليوم اقول مراقبه الشركات سلم معاملتك معها وعنده واحد يروح يتابع لك اياها بالامانه ياخذ لك رخصه، ما بدها قانون هاي. اما هل نستطيع ان نعطي صلاحيه لوزاره الاستثمار تعطي تراخيص ابنيه؟ وين في بلديات منتخبه وفي مجالس بلديه وفي قانون بلدي؟ ما بتقدر. تقدر تعطيهم صلاحيات الضريبه؟ تقدر تعطي صلاحيات الضريبه؟ بدي اعقب هذا الموضوع. النافذه خصوصا بس بالضبط النافذه هي جهه تنسيقيه. بس ولا واحد كان معه قرار يعطي اي سيدي صحيح. اذا بتسمح لي، القانون رقم 30 لسنه 2014 النافذ حاليا انشا هذا القانون نافذه استثماريه. كويس. وهذه النافذه الاستثماريه حتى تكون هناك جهه واحده او مكان واحد خدمة المكان الواحد حتى يمنح جميع الموافقات، موجود الحقيقة ومعمول في معظم دول العالم. ما واجهناه أثناء التطبيق أن المفوضون القادمين إلى النافذة الاستثمارية لا يحملون صلاحية المرجع المختص. ما أنتم. يعني قانون الأمانة صحيح. ما بفوض هذا الأمين أن يفوض هذا الشخص حتى يعطيه الموافقة، وهكذا البلديات والداخلية وغيرها. والحقيقة هذا يشكل الركن الرئيس في قانون تنظيم البيئة الاستثمارية اللي تحدثت عنه الحكومة في مقدمة هذا البرنامج. كويس. شو قالت الحكومة؟ قالت إن قانون استثمار اتركوا على جنب. المشكلة لما جينا نسوي النافذة الاستثمارية إنه المندوبين اللي أجوا ما معهم صلاحيات المرجع المختص. طب شو بدي أسوي؟ بدي أروح أعدل قانون الشركات وقانون الإعصار وقانون المنافسة وقانون رأس المال المغامر وقانون الأوراق المالية والتراخيص وغيرها. هاي كله بدي أعدله؟ كله بدي أعدله. فقالوا بدل ما نعدل كل قانون هون وهون 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 كيف بدنا نسوي قانون واحد اسمه قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، احد فصوله سيكون يلغي قانون الاستثمار والفصول الاخرى ستحل محل قوانين اخرى موجودة. هذا القانون الجامع يسمى قانون تنظيم البيئة الاستثمارية وهو موضع الحديث اليوم. نحن لا نتحدث، الحكومة لا تتحدث اخي عامر عن قانون استثمار، الحكومة تتحدث عن قانون ينظم البيئة الاستثمارية بحيث تنطلق من مبادئ عامة. شو هي المبادئ هاي العامة؟ المبدأ أول مبدأ أن دور الحكومي في الموضوع الاستثمار هو دور تنظيمي، ما بصير الحكومة تدخل في منافسة مع القطاع الخاص. ماشي. الدور الثاني، المبدأ الثاني، مبدأ سيادة القانون. المبدأ الثالث اختزال التشريعات القائمة اللي بنسميها إعادة هندسة الإجراءات أو process re-engineering. في عندنا 20 توقيع يمكن بحاجة فقط إلى 3. في اليوم الدولة تدخل المئوية الثانية، كثير من القوانين بنيت في فترات سابقة لما ما كانت ما فيش عمل مرن، ما فيش معاملات إلكترونية، ما فيش غيرها. اليوم العالم يتطور وبالتالي يجب اختزال الإجراءات. المبدأ الرابع هو مبدأ الرقابة اللاحقة بدل الموافقة المسبقة. يعني اليوم انت بدك تنشئ، هل راح يتم العمل فيه؟ نعم. هذا انت مطلع على المسوده؟ انا لم اطلع على المسوده. ماشي. ولكن ناقشنا مع الحكومه في اجتماع للجنه الاقتصاد والاستثمار المبادئ العامه. كويس. الناظمه لهذا القانون، والحكومه فرغت وانهت الاسباب الموجبه وارسلت هذه الاسباب الموجبه مع مسوده القانون الى ديوان الراي والتشريع الذي يعكف حاليا على اخراج القانون بالصوره النهائيه. بالاسباب الموجبه اللي أصدر مجلس الوزراء قبل أيام فرغ من إصدارها، قال سننتقل من مبدأ إلى مبدأ الرقابة اللاحقة بدل الموافقة المسبقة. ماشي. مقابل تعهد بالالتزام. يعني لو بدك تنشئ أنت مؤسسة نقول لك روح سويها، بس بدنا منك الأمور التالية، تتعهد لنا فيها خطيا وروح سويها، وبعد ما تخلص بنروح ندقق عليك على الموافقة اللاحقة بدل ما تستنى لك 6 شهور و7 شهور و8 شهور. والحقيقة هذا تقدم كبير، ونحن ما زلنا حتى هذه اللحظة، وأنا يعني أعبر لك عن رأيي ورأي زملائي في لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب وهي الذراع لمجلس النواب في مناقشة القوانين الاستثمارية، أننا المبادئ العامة توافقنا مع الحكومة عليها وهي مبادئ رشيدة
مبادئ جيدة، لكن زي ما بيقولوا بالإنجليزي devil in details، الشيطان يكمن في التفاصيل. ونحن قلنا إلى الحكومة لا يوجد قانون استثمار سيء وقانون استثمار جيد، يوجد تطبيق سيء وتطبيق جيد. ومع ذلك صحيح في تشوه في البيئة الاستثمارية اليوم، مثلا في هناك قيود على رأس على الملكية الأجنبية في المناطق التنموية الحرة. اليوم مجلس حماية المستهلك مش موجود، بحاجة ننشئه، وجمعية حماية المستهلك بحاجة نراجع أدوارها بموجب القانون. هناك متطلبات عند ترخيص الشركات بتقوم تطلبها بعض الدوائر الحكومية لا يوجد لها سند أو مبرر قانوني. كل هذا يتم الأمر اختزاله. يريد يجب أن يتم اختزاله من هذا القانون. ولذلك إحنا يعني وهذا الكلام اللي بدي أحكيه مهم ويعبر عن وجهة نظر مجلس النواب، نحن ننظر باهتمام بالغ إلى مسودة القانون التي يتم العمل عليها الآن في ديوان الرأي والتشريع، وننظر بإيجابية كبيرة، وسنحكم على القانون فور وصوله إلى مجلس النواب. ونحن من خلال برنامجك أخي عامر نعد القطاع الخاص بعمل حوار وطني مكثف مع كافة الجهات للاستماع إلى آرائهم، وسنبذل كل جهدنا لتجويد نصوص القانون. إذا هذا القانون يصب في اختزال المراحل واختصار الأوقات والتقرير من المظاهر السيئة للبيروقراطية، اليوم عندك عمارة 5 طوابق، إذا بدك تعملها طابق واحد ويفي بالغرض هذا الموجود، ولكن أسوأ شيء أنه نبني طابق سادس ويصير 6 درجات من القرار. ولذلك القانون هذا سيتكون، وأعطيك الملامح العامة له، من 13 فصل وهو قانون كبير، سيكون قبيل يعني بنحكي عن 300 ورقة تقريبا، يتكون من 13 فصل. الفصل الأول هو يتعلق بالشركات، الفصل الثاني تسجيل الشركات والأسماء التجارية، بنتحدث عن الاستثمار بفصل، المناطق التنموية والحرة بفصل، الأوراق المالية بفصل، المنافسة بفصل، الأموال المنقولة سندا للدين بفصل، تنفيذ الأموال المنقولة وضمان الحقوق بالأموال المنقولة فصل، الإعصار فصل، ترخيص الشركات فصل، التفتيش على الأنشطة الاقتصادية. ما بصير اليوم تروح تفتش المواصفات والمقاييس وثاني يوم تيجي الغذاء والدواء وبعد يوم يجي 17. نريد توحيد هذه الجهات من خلال التفتيش على الأنشطة الاقتصادية. هناك فصل إلى حماية المستهلك، ونحن طلبنا من الحكومة دراسة تقييم الأثر التشريعي لهذه المنظومة. وللحقيقة هذا المشروع سيكون نقاش كبير في مجلس النواب. هذا مشروع طويل وكبير جدا، وأستطيع أن أصف إذا كان هناك كما صرح معالي رئيس مجلس النواب أن هناك دورة استثنائية قادمة في هذا الصيف، ستكون هي دورة اقتصادية بامتياز. وهذا القانون هو الحقيقة 13 قانون في قانون، وطبق في كثير من الدول، طبق في أندونيسيا. وبالمجمل الهدف منه اختصار الأوقات واختصار الإجراءات ومنح صلاحيات كبيرة للبيئة الاستثمارية. اليوم ما بصير نظل تحت رحمة مسؤول، يوم بدنا نعطي موافقات أمنية، بكرة بدناش نعطي موافقات لبيجوا بالعلاج، اليوم بدنا متطلبات ملهاش داعي في القانون بنطلبها، هذا بيجتهد وهذاك بيجتهد، بدنا نحط إطار عام وبدنا نضع نصوص تضمن عدم تغيير هذه الأمور على المستثمر مستقبلا. هذا الإطار العام اللي توفقنا من الحكومة فيه. كويس. التفاصيل لم تصل إلينا حتى هذه اللحظة، لكن فور وصولها سنتعامل وفق هذا الإطار التشريعي. وبتمنى أخي عامر عليك وأنت يعني الإعلامي اللامع المميز أن يكون هناك حلقة عند وصول هذا القانون سيكون. نطلعك ونطلع الإخوة المشاهدين سيكون. والمواطنين على حيثيات هذا القانون اللي في اعتقادنا سيشكل نقلة تشريعية كبيرة. باقي أن أضيف أن كل المداولات التي تمت في الورشة الاقتصادية التي دعا إليها جلالة الملك في الديوان الملكي لعامر بيت الأردنيين ستكون حاضرة أمامنا في نقاش هذا القانون، وبكل تأكيد ستكون مرشدا لنا وهاديا في النقاشات بحيث نضمن ما أمكن منها في مشروع هذا القانون. ما رأيك بما سمعت؟ يعني لم يطلع حتى اللحظة على التفاصيل يعني، لكن تحدث عن 13 فصل وتحدث عن 4 أمور مهمة، هي التنظيمي، هي سيادة القانون، هناك اختزال للتشريعات القادمة، وهناك الرقابة اللاحقة بدل الموافقة المستعجلة. شوف الكلام فضل. الكلام جميل والآن يعني يدغدغ مشاعر أي مشاهد أو مستمع، وتفضل كلمة مهمة، الشيطان بالتفاصيل. أنا بجوز مش كتير ختيار، بس أنا بديت بهاي الشغلة بال99 في خلوة البحر الميت الأولى، وحضرت كل ما جرى من تعديلات وثورات بالتغيير القانوني يعني حضرت الفيلم من الحلقة الأولى أنا. إن شاء الله
ما بديش أقول يعني أكون متشائم ولكن بقول إن شاء الله الحكي يصير. بس سمعنا كثير وبعدين لما ندخل على تفاصيل الموضوع منشوف في 100,000 مشكلة ومن بعد 10 سنوات برجع بقول لا ما احنا غلطنا قبل 10 سنوات. أخوي جماعة الـ13 قانون بقانون ولا بـ75 قانون؟ يعني الشغلة مش بالعدد، الشغلة مش بالعدد، يعني ما احنا الشغلة هل يوجد ثقافة استثمارية لدى مؤسسات الدولة؟ هل مؤسسات الدولة قادرة على إدارة دفة الاستثمار؟ أنا مش مطلوب مني أسوي لا نافذة واحدة، أنا كنت أبو النافذة الواحدة في وقت من الأوقات، وجدنا بالتجربة أنه مش هاي المشكلة. زي ما تفضل أنت بتحط موظف في النافذة الواحدة ما معه تفويض، مش معه ولا وزيره معه تفويض. اليوم مين عنده صلاحية ترخيص مبنى بتجاوز نص متر عن الحد المسموح فيه بالتنظيم؟ اللجنة اللوائية بأمانة عمان أو في البلدية أو وزير لجان. هاي مؤسسات إلها تاريخ وفيها جهات منتخبة وإلها أصول تشتغل فيها، أنا ما بقدر أتجاوز عليها. بدبي بتجاوزوا عليها، بيقدروا، نظامهم السياسي بيسمح لهم. إحنا نظامنا السياسي قائم على مؤسسات راسخة في بلديات في جهات في هسه بقدر أسهل؟ نعم بقدر، بس هل أستطيع أن أمنح موظف منتدب من وزارة إلى هيئة الاستثمار أو وزارة الاستثمار أو الـ13 وزارة الفايتين ببعض وين ما كان؟ بقدر أمنحه صلاحية مجلس الوزراء؟ الوزير في بعض المعاملات ما له صلاحية، يرجع مجلس الوزراء. فالقضية كويس إذا قدروا يحققوا اللي تفضل فيه واللي وعدوهم للنواب فيه ضمن اللي تفضل فيه، يعني بيكونوا أبدعوا. ولكن ثقافة الموظف العام، أنا شو بتفرق معي بالله إذا هاي المعاملة راحت على مراقبة الشركات بوزارة الصناعة بعدين نطت على هيئة الاستثمار أخذت الباقي معاملتي؟ هل هاي المشكلة؟ المشكلة قديش بدي أقعد هون وقديش بدي أقعد هون؟ المشكلة هذول كيف راح يتعاملوا معي وهذول كيف راح يتعاملوا معي؟ إحنا بعد وخذها عن تجربتي أنا، إذا لم توجد ثقافة استثمارية في كامل مؤسسات الأردن من دفاع مدني لا أمانة لا بلدية لا جهات أمنية لا وزارات لا صحة لا تجارة لا مقاييس، إذا لم تجد ثقافة استثمارية الموظف اللي قاعد يعطي المعاملة، هذا لا يعلم أنه عم بيخون الأردن، عم بيخون بلدنا، لأنه هذا عم بيعطل المشروع، بده يوظف ناس وبده يقلل البطالة وبده يدعم الخزينة وبده يمول التعليم. يعني هاي الثقافة مع الأسف والله كانت موجودة أفضل من اليوم. أنا يعني أنا بقول لك من 20 و30 سنة ما كان عندنا المشاكل الموجودة اليوم. الارتباك في اتخاذ القرار لدى المسؤولين وزراء صفة الاستعجال ألا تحد من هذه المشكلة؟ مثلا لو ذهبنا فيها إلى الأتمتة ألا تحد من هذه المشكلة؟ يا ريت. طب أسألك سؤال، كله بحد كله بيساعد. ولكن شو اللي بيجبر المستثمر اليوم يجي على الأردن؟ المستثمر الأردني؟ لا مش الأردني، جوزك والراد الله ماشي. المستثمر الأجنبي نعم يوجد ثغرات استثمارية في السوق، يوجد فرص استثمارية معينة، إذا مستثمر أجنبي بيعرف يشتغل بيقدر بتغلب على الصعوبات. وأنا بحكي يعني هسا يكون في فرصة، والمستثمر ترى هو أشطر مني ومنك، يعني هو عارف شو اللي بده إياه. المستثمر قناص، ودليل ذلك معظم المستثمرين اللي إجوا على الأردن عندنا دخل قنص وطلع. مين في مستثمر بالأردن صار له 40 سنة غير أردني، صار له 40 سنة مستثمر بمصنع أو بشركة؟ مين في صناعة كبيرة استثمار كبير سمعت فيه أنت بآخر 4-5 سنوات؟ ما في إشي ضخم. نحكي والله إجا فتح مصنع زجاج، مصنع سيارات، مصنع كهربائيات، مصنع بسكليتات. طيب فإحنا الأردنيين غصب عنا إحنا قاعدين هون، وين بدنا نروح؟ بدنا نستثمر بالبلد، بدنا نشتغل ببلدنا. أما واحد يجيك من برا ليش؟ لأنه أنت ما عندك خيارات. ماشي أنا معك. أما واحد يجيك من برا عنده خيارات 20 دولة ينقي الأردن، هون الشطارة، إني أنا بدي أنافس الدول المحيطة وبدي أجيب المستثمر على الأردن قبل الدولة الفلانية والعلانية. وأنا بدي أطرح هذا السؤال الآن كقانون اختزال سيادة قانون رقابة لاحقة، المستمع وأنت معنا تقولك والله هذا حديث كويس وإن شاء الله نوصل فيه. السؤال، هل الحكومة قادرة على تنفيذه؟ شكرا. يعني أنا ابن القطاع الخاص الحقيقة، ولم يكن يوما موظفا في الحكومة، وما زلت عاملا في هذا ومطلع على القطاع الخاص، ويعني مع كل المبررات والمبادئ العامة اللي سقناها
الحقيقة لا يمكن القول أو الادعاء أن هذا القانون سيشكل معجزة. هذا القانون ليس معجزة. كويس. ودائما نقول العبرة بالتطبيق. وقلت لك قبل قليل في مداقلتي لا يوجد قانون استثمار سيء وقانون استثمار جيد. يوجد تطبيق سيء وتطبيق جيد. ولكن الحقيقة توفير الإطار القانوني مهم. يعني بيحكي معالي الأخ قبل قليل قال حتى المفوض لما برجع لوزيره وزيره أصلا معوش صلاحية. ما إحنا هذا الهدف من القانون البيع لتنظيم البيع الاستثمارية. الهدف من تنظيم البيع الاستثماري أن نمنح الصلاحية للشخص المختص دون وجود تراتبية بالقرار. يعني هذا يرجع لوزيره وزيره يرجع لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء يود بحيث لجنة واللجنة تنسب مرة أخرى. وهكذا رحلة الشتاء والصيف. ما هو اللي تفضلت فيه معالي الأخ هو تماما المقصود من قانون تنظيم البيئة الاستثمارية. والحقيقة أنه ما فيش قصص نجاح صارت بالفترة الأخيرة. لا في قصص نجاح. الفرنسيين مستثمرين في الأردن لفترات طويلة. المطار اليوم إحنا بنحكي عن مجموعة المطار. لا يعني أنا قلت آخر أربع سنوات. لا ما قلت. لا بس طبعاً. بشكل عام يعني عندنا استثمارات أجنبية وحققت قصص نجاح موجودة. أنا كنت في زيارة للعقبة وشركة موانئ العقبة الدنماركيين مستثمرين يعني عقدهم قرب ينتهي وأكدوا نيتهم للرغبة في الدخول للتفاوض أو العطاء الجديد للميناء. عندنا فرص استثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة وهناك حديث جدي مع كثير من الدول. اليوم تحديدا هذا اليوم تحديدا وقع وزير الصناعة والتجارة مع الجانب العراقي المنطقة الاقتصادية المشتركة ما بين العراق والأردن. وإحنا جلالة الملك يقود محور الشام الجديد بغداد عمان القاهرة وفي دول أخرى تحاول الانضمام إلى هذا. سمعت التحالف. عن سوق سيارات مشروع جديد في عمان. مش بس وفي عندنا مصنع للصناعات الكيماوية ومعهد سيكون مصاحب إلى منطقة غاز الريشة. اليوم الحقيقة الأردن اللي ليش بيجي المستثمر عندنا؟ طبعا بيجي المستثمر عندنا. لما احنا عندك اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وهذه الاتفاقيات ما فيش غير دولة واحدة في العالم عندها زيك. اليوم المصانع الألبسة اللي جاي من الهند ومن باكستان وغيره مستثمر عندنا بألاف العاملين. ليش جاي عندنا؟ مش جاي لسواد عيوننا، جاي لأنه تستفيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه الاتفاقيات الدولة الأردنية بذلت كثير من الجهود، ومعليك أنت كنت في فترة من فترات ضمن الطاقم الحكومي، وبذلت الحكومات المتعاقبة جهد كبير حتى وصلنا إلى هذه المرحلة. أخي عامر اللي تفضل فيه معالي الأخ بخصوص الثقافة الاستثمارية مهم، ولذلك اليوم الدولة الأردنية بعد انتهت المئوية الأولى تعيد إنتاج نفسها وتعيد إنتاج أدواتها وتعيد إنتاج أدواتها على ثلاث محاور. المحور الأول المحور السياسي عبر مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية عدلنا ثلث مواد الدستور، عدلنا قانون الانتخاب وعدلنا قانون الأحزاب. والجزء الاستقرار السياسي مهم جدا كما تفضل معالي في بداية حديثه من العملية الاستثمارية وتطمين المستثمر. الموضوع الثاني هو اليوم أدوات جديدة في البيئة الاستثمارية. نتحدث عن مخرجات ورشة التي تمت بالديوان الملكي العامر وسيتم إطلاق الوثيقة لها مصاحبة مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال. يعني خلال 10 أيام القادمة سيتم إطلاق هذه الوثيقة الكبرى التي شارك فيها ما يزيد عن 500 خبير في حوارات مكثفة وعميقة يعني بيتزامن مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال. والأمر الثالث التطوير الإداري. وإحنا شكلت مجلس الوزراء ورئاسة الوزراء الحقيقة لجنة لتطوير القطاع العام وأوصت بدمج وزارات وباستحداث أمور جديدة تتعلق بالإدارة بهدف تقوية الموظف العام ويعني إعادة القلق إلى الموظف العام. إذن طيب. الدولة اليوم تعيد إنتاج نفسها وهذا اعتراف واضح وصريح. نحن لا نقول أن الأمور كانت قمرة وربيع، هذا اعتراف واضح وصحيح أنه المسار السياسي كان بحاجة إلى تحديث والمسار الاقتصادي في خلل بحاجة إلى تحديث والإداري كذلك والمسار الإداري وضعف الإدارة العامة بحاجة إلى تحديث. نحن مقرون ومعترفون بذلك دولة أردنية، ولكننا لم ندفن أنفسنا رأسنا بالتراب بل بدأنا بالفعل بالإصلاح هنا وهناك. وأنا باعتقادي الأردن مقبل على استثمارات قادمة في مشاريع كبرى في الناقل المياه من الناقل الوطني من العقبة إلى عمان، شبكة السقق الحديدية اللي إن شاء الله في المستقبل ستمتد إلى العاصمة بغداد، ونتحدث عن مشاريع كبرى بالشراكة مع شركاء في المنطقة إن شاء الله. وسأطرح سؤال إجابته بعد الفاصل، هل تتوقع أن يكون هذا التنظيم أو هذا مسودة المشروع القانون إلى أي حد سيساهم في تخفيض نسبة البطالة؟ فاصل قصير أخير، تفضلوا بالبقية معنا.
اهلا بكم من جديد، وجدد الترحاب بضيفي واعود اليك استاذ لاطرح سؤال عليك. احنا كم نحتاج الى قيمه ماليه حتى يعود الاستثمار او نصبح دوله جاذبه بشكل كبير للاستثمار؟ شوف احكي لك بامانه، يعني الاردن بحكم موقعه الاقليمي، تفضل اخي عن الاتفاقيات، وانا كنت جزء من توقيع هذه الاتفاقيات، وكان الهدف منها، انا حكيت عن اولويات الاستثمار، حكيت السوق. احنا كسوق صغير بالتسعينات كنا بحاجه الى توسيع سوقنا، وبالتالي كان لابد من توقيع اتفاقيات، فدخلنا في الشراكه الاوروبيه والاتفاقيه التجاره الحره مع الولايات المتحده، بالاضافه للمنطقه التجاريه العربيه الكبرى، حتى نعوض عن صغر حجم السوق. فهنالك جهود كثيره بذلت وهنالك جهود مطلوبه. الأردن كدولة جاذبة، إذا بتيجي بتأخذها بالمجرد، إذا بتطلع على الأردن من الستلايت، بتطلع على أولا جنة لصناعة السياحة، يعني ما في نقاش، بتطلع سياحة العلاجية، كل أنواع السياحة عندك، مواقع ما موجودة بالعالم كلياتها إلا عندك، عندك صحراء وجبل وبحر وميت وعقبة، ويعني عندك قصة بالسياحة، عندك إمكانيات كامنة كثيرة، عندك موارد بشرية هائلة، عندك إمكانيات زراعية، عندك موقع جيو سياسي وموضع موقع استراتيجي بالمنطقة، عندك موقع سياسي بالمنطقة بأهلك إنك تقدم على الدنيا وأنت مش خايف، أنت دولة قوية مستقرة زي ما قلنا، الاستقرار السياسي والاقتصادي والنقدي، هاي الأمور كلياتها المطلوب إذا بنطلع بإيجابية، بدك تستثمر كل هذه الظروف، عندك دولة يعني إحنا من أكثر دول المنطقة استقرارا من كل النواحي، سياسيا اجتماعيا اقتصاديا نقديا، عملتنا ثابتة، عندنا احتياطيات عملات أجنبية قوية، عندنا إمكانيات كثيرة، ولكن مع الأسف احنا بحاجة كل سنة نذكر بعض بأنه احنا عم نضيع فرص. انا برأيي القانون على رأسي، اي شيء، شوف اي شيء بتعدله بالقانون او بالإجراءات بتحسن الوضع، بس هل هذا هو المشكلة؟ هذا هو الداء؟ انا بالنسبة لي الداء هو عملية اتخاذ القرار في المؤسسات الحكومية، مستوى بدي احكيها وامري الى الله، يعني مستوى تاهيل المسؤولين الحكوميين من وزراء لامناء عامين الى اصحاب القرار. اليوم البلد يا اخوي الوزير مش والله واحد بحبه بحطه وزير، ولا شكله حلو بحطه وزير، ولا متعلم وين ما متعلم، هذا انت محمله على ظهره عبء قطاع، وزير الطاقه حامل على ظهره الاردن، وزير التربيه والتعليم حامل اولادنا واولاد اولادنا ومستقبل البلد، وزير التعليم العالي زيه، مش مزحه انا احط واحد وزير تعليم عالي مشان اجامله، ولا لانه من الحزب الفلاني او المنطقه الفلانيه او وين ما بدك، عمليه انتقاء الاشخاص امناء عامين الوزارات، يعني انا بذكر قبل 20 سنة كان ما في شيء اسمه وزير، الوزير رجل سياسي قاعد بمجلس الوزراء، راح مجلس النواب يتناقش يحكي مع النواب ياخذ مستوى عالي، الجهاز البيروقراطي بده يروح الأمن العامين والمدراء العامين، وين هذول المدراء العامين والأمن العامين اللي قادرين انه يحملوا هذا الملفات كلياتها ويركضوا فيها وحولوها الى فرص استثمارية؟ طيب. في فرص؟ نعم في فرص. هل احنا شو المشكلة الرئيسية؟ انا بالنسبة لي المشكلة الرئيسية عملية اتخاذ القرار الحكومي والاشخاص، خلينا نحطها يعني ما نضل نضحك حالنا، احنا اتخاذ القرار. نعم تؤيد والى اي حد؟ طبعا اؤيد. طبعا انا قلت لك العبرة بالتطبيق والمنظومة الادارية والقوة الادارية، احنا اليوم في بعض المؤسسات حتى نكون واضحين، لما بنختار امين عام بيطلع او بصير بنتقل الى بصير وزير او بروح او بتقاعد، نجد مشكلة في الصف الثاني والصف الثالث، والحقيقة البيروقراطية الأردنية الدائمة بالمعنى الإيجابي ماشي، المنتجة للقيادات الحقيقة ربما تعطلت في الآونة الأخيرة، وهذا ما دعا الدولة الأردنية اليوم للذهاب نحو تطوير الإداري وتطوير الإدارة العامة في الدولة الأردنية، هناك ضعف في الإدارة العامة، هذا يؤثر على كأشخاص دكتور ولا كتشريعات؟ لا التشريعات أنا بعتقد إحنا يعني اليوم تشريعات يتم مراجعتها بشكل دوري واضحة، والتشريعات لاحظت أنه مجلس النواب بالدورة الأخير كم الهائل
من التشريعات اللي سواها. أنا بالعكس تماما، أنا أعتقد أنه بحاجة إلى شغلة بسمها ديريجوليشن، يعني تقليص عدد التشريعات، لأنه التشريعات الكثيرة والمتشعبة، وهذه بس فيها عبارات على الرغم من وردت في أي تشريع آخر تعطل ذلك القانون، وهذاك بطلع على الرغم بعطل القانون الأول. لا، إحنا بحاجة صحيحة إلى اختصار، وهذا فكرة قانون تنظيم البيئة الاستثمارية تقوم على اختزال الإجراءات. نعم، هناك ضعف في الإدارة العامة، تسلل إلى موقع الإدارة عبر أدوات الشلرية المحاصصة اللي بدك إياها، تسلل إلى موقع الإدارة من لا يحسن الإدارة. أنا بعتقد اليوم انتبهت الدولة إلى ذلك وأصبحنا ندفع ثمن ذلك، وعلينا أن هل سيكون ضمن التعديلات في اللجنة الإدارية المتبعة تعديلات أيضا تخص استخدام باللجنة الإدارية؟ ما سمعت على أقل تقدير. نعم، هناك إعادة، سيكون هناك مسار لتأهيل القادة وأصحاب المراكز العليا، واختيار الشخص المناسب يجب أن يقوم على أسس رشيدة. وأنا أؤكد وأؤيد ما تحدث به معالي الأخ المحترم، أنه موقع الوزير يجب أن يكون موقع سياسي إداري، وترك التفاصيل الفنية والذاكرة الفنية المؤسسية إلى الكادر الفني في الوزارة، وهذا بحكم مواد الدستور أصلا أسست الدولة وبنيت على هذا النظام. يعني آمل أن عندما يأتي القانون لمجلس النواب يكون أيضا هناك حديث وحوار أمام المشاهدين كلهم، حتى يكون هناك أيضا مشاركة من قبل المواطنين حول هذا القانون. شكرا لسعادة الدكتور خير أبو صعيريك رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية. شكرا لك موصول معالي الأستاذ سامر طويل وزير الاقتصاد. شكرا الأسبق. دمتم بخير، نلتقيكم غدا، فإلى حين كل التحية.